السلام عليكم. أهمية كبيرة أولاها الإعلام العربي والدولي لإعلان الجزائر، إعلان حمل القضايا العربية الجوهرية وتلقت الصحافة بنوده الاستثنائية التي مست عمق الوطن العربي أمام تحديات التكامل والتكتل المفروضة اليوم. قرارات ترسم أفقا عربيا واسعا باعتماد منهجية عمل مشتركة، خاصة ما تعلق باستراتيجية اقتصادية مشتركة تعكس موارد الدول العربية في مواجهة الراهن الاقتصادي في العالم. السلام عليكم.